شخص سواء كان في الرياضه او لا في شي خدمه اخرى. فانا فرحانه بهذا الاستقبال. ناس قنيطره معروفين بالكرم والجود، معروفين بالحب ديالهم، معروفين بحب الخير للناس الاخرين. شكرا لكم بزاف على هذا الاستقبال، وصراحه فرحني. طبيعه الحال يعني على راس المستقبلين الاب والام والعائله، شنو تقولي لهم بعدا خصوصا المسانده ديالهم الكبيره لك؟ صراحة من بعد هذه المدة الطويلة اللي دوزنا في كأس العالم، الحمد لله كان واحد الشوق كبير للعائلة ديالي والصحاب. وصلت لدربنا وكنشوف الناس والجيران والعائلة، والدي أخوتي واقفين قدامي، فهذا الشيء كيفرح وفرحني بزاف. شكرا لهم بزاف على التواجد ديالهم في حياتي، شكرا لهم بزاف على المسانده. وبالنسبه لعائلتي، فعائلتي دائما كانت معايا من البدايه ديالي، مسانداني، مفتخره بيا وثايقه فيا. فانا كنبغيكم بزاف، والحمد لله وصلت لهذا المستوى وخليتكم تفتخروا بيا. فهذا الشيء كيخليني دائما نبقى نخدم ونزيد نطمح باش نوصل لمستويات كبيره اللي نشرف بهم عائلتي ومدينتي واكيد بلادي. وهيلا بطبيعة الحال يعني البداية الأولى في المونديال، أول مشاركة، شفنا الماتش الأول كان شوية قاسح، يعني النتيجة كانت كبيرة. كيفاش عشتي الماتش الأول وكيفاش استطعتوا أنكم تبدلوا المسار نتاع هذا المونديال؟ الصراحة المشاركة ديالنا كأول منتخب عربي مغربي غيشارك في كأس العالم، فهذا الشيء هذا كنا متأخرين به، وكنا عارفين أن المهمة مش سهلة، غتكون صعيبة لأن غنتلاقاو مع منتخبات اللي ملفة أنها تكون في هذه المشاركات. فالمشاركة الأولى ضد المنتخب الألماني صراحة ما كناش متوقعين ديك النتيجة. كنا عارفين أنه منتخب ماشي منتخب اللي سهل، منتخب اللي دائما كيكون في هذه البطولة، منتخب اللي كيكون دائما كيكون يقدر يدي اللقب. فمقابلة كانت صعيبة شوية، لا من ناحية ديال الفيزيك، لا من ناحية ديال التكتيك، لا من ناحية ديال التكنيك. فمنتخب لقوي، وكيف ما شفتوا ربما الأشياء البسيطة ما رديناش لهم البال، هما اللي خلاو المقابلة تخرج بديك النتيجة. من بعد الخسارة أنا كنقول قلنا كاملين بان هذه الخساره بهذه النتيجه هذه خلاتنا نفيقوا، هي اللي هي اللي هي اللي عطاتنا واحد الدافع باش اننا المقابله الثانيه نبانوا الصوره مزيانه. وداك الشيء اللي قال الحمد لله، دخلنا بصوره مغاير على المقابله الاولى، حققنا النتيجه اللي ايجابيه، بنا بصوره زوينه اللي خلات المغاربه كاملين يفتخروا بينا. فهذا الشيء هذا كنحمد الله عليه، لان كل شيء بتيسير الله الحمد لله. المقابله الثانيه بطبيعه الحال كانت هي التحول،
وكان الدخول ديالك الرسمي، كيف شتي ذاك اللحظة بعدا؟ صراحة الإحساس بالفرحة، لأن ممكن تكون عارف المستوى ديالك وأنك قادر أنك تعاون الفريق في واحد المباراة، فإحساس لي زويون، إحساس اللي يبغيه أي لاعب. الحمد لله ربي وفقني باش أنني بنت بصورة مزيانة ومشرفة اللي خلات الناس كاملين راسلوني، خلات الناس كاملين فتخرين بنوهيلة كلاعبة محجبة. فأنا فرحانة بزاف الفرصة اللي عطاني المدرب، والحمد لله كنت في المستوى وكنت عند حسن الظن الجميع، فالحمد لله على هذا الوجه المشرف اللي بنت به. نويلة، كانت ربما المباراة كانت فيها جوج الحوايج، هو أننا ربحنا أول لقاء ديالنا كمغاربة كاملين، وكذلك أول محجبة اللي العالم كامل هضر على هذه النقطة. فكيفاش كتشوفي أو كيفاش الإحساس ديالك أنتي أنك سفيرة، ربما سفيرة المرأة المحجبة، ماشي غير في المغرب، في العالم الإسلامي كامل، والعالم كيهضر على هذا الأمر هذا. فالإحساس ديالك والشعور ديالك على هذه المسؤولية بعدها؟ صراحة إحساس بافتخار باش أنك تكون واحد الصورة إعلامية كتمثل بها المرأة المحجبة العربية المسلمة، فهذا واحد الحمل لي كبير أولا، اللي غيخليك دائما رد البال الأبسط الحوايج، غيخليك ديما تخدمي، ديما تقولي بأن راه كاينين الناس اللي بغيوني، خاصني نبان لهم بواحد الصورة اللي زوينة اللي تخليهم يزيدوا يفتخروا بيا. فصراحة هذا مشرف. تميست بواحد الحاجة اللي زوينة اللي كترمز لديننا، اللي كترمز للانتماء ديالنا، فأنا مفتخرة بها. والحمد لله هذا الشيء هذا جاب الخدمة، جاب العزيزة، جاب الحفاظ على المبادئ والاختيارات الشخصية، فأنا فرحانة بالتميز. هذا اللقاء يعني هذا الحجاز سبب واحد المسألة كانت الأولى في التاريخ، هو الإشادة بالفيفا أولا، ثم الرئيس الفيفا اللي تلاقيتيه، فشنو كان الحوار ديالك، شنو قال لك، شنو خصوصا في هذه المسألة الحجاز؟ صراحة التغريدة اللي غردت بها الفيفا في الحساب ديالها، واحد التغريدة اللي أولا فاجأتني وفي نفس الوقت فرحتني وبينات أو لجوبات على المنتقدين. صحيح. بأن باش تشوف مسؤولين واحد المناصب اللي كبيرة كيعترفوا بالحجاب ديالك وكيعترفوا بالتميز ديالك على اللاعبات الأخرين، فهذا الشيء هذا مشرف وفرحت به بزاف. فرحت أيضا بالمنادات عليا من طرف رئيس الفيفا، بصراحة فيه واحد تواضع كبير، فيه واحد عنده واحد الكلام اللي طيب، اللي شكرني قال لي احنا فرحانين بك أول محجبة مغربية عربية كتشارك في المونديال، احنا فرحانين بك، مبروك عليك، وكنتمنوا لك مزيد من النجاح والمنتخب الوطني أكيد. بطبيعة الحال نويلة يعني كان مسار تاريخي، كان مسار موفق، ولكن قبل ما توصلي لهذا يعني لهذا المسار كانت واحد العمل كبير اللي ربما الناس اليوم ما كيشوفوش، كيشوفوا غير النجاح. فشنو الحاجة اللي اثرت لك بزاف على المسار ديالك وخلاتك تواصلي العمل في كرة القدم؟ شنو الحاجة اللي شجعتك؟ اولا التشجيع الاول والاول اللي خلاني ديما متشبته بهذه الرياضه ديالي، والتشجيع ديال العائله ديالي، كنتامي لعائله رياضيه اللي كتفهم في الكره، اللي كتشجع كل وحده بداك الشيء اللي كتبغي. فالحمد لله هذه كان دافع قوي باش انني نبقى ديما محافظه على الرياضه ديالي وعلى ممارستي لكرة القدم. الصراحه هاد الشيء اللي وصلت ليه راه موراه دازت واحد الاعوام ديال الخدمه، ديال السهر، ديال التضحيات، باش انك توفق بين القرايه وتوفق بين الرياضه، باش انك تقدر تبان بصوره مزيانه لا في قرايتك، تكون ناجح في قرايتك باش ترضي العائله ديالك ويكون واحد المسار اللي زويون في حياتك، وفي نفس الوقت توفق بين الرياضه اللي كتحتاج بزاف ديال الوقت، اللي كتحتاج بزاف ديال التضحيات، اللي كتحتاج بزاف ديال العمل. فالخدمه كانت مع الفريق ديالي، الخدمه كانت خدمة اللي فردية اللي أنا كمشي نديرها بوحدي. المستويات الكبيرة دائما كتحتاج لهذا الشيء، كتحتاج تخدم مع الفريق ديالك وتخدم خارج الفريق ديالك، لأن هذا الشيء كيبان في التيران، والحمد لله هذا هو المستوى العالي. أنا مفتخرة براسي ومفتخرة بهذا الشيء اللي وصلت ليه، والحمد لله شرفت بلادي وفرضت واحد الحاجة اللي زوينة على الفيفا، فأنا فرحانة بهذا الشيء كامل يوصل فيه. طبيعة الحال اليوم عندكم رسالة يعني المستقبل
هو الألعاب الأولمبية كأس إفريقيا، يعني كاين ما صارت اللي ربما الطموح كبر، ولكن كاين مسألة أخرى هو المستقبل. فاش نقول المستقبل يعني المرأة المغربية اللي غتولي تمارس كرة القدم. بتجربتك اليوم شنو رسالتك للشابات المغربيات اللي غيمارسوا كرة القدم واللي غيفكروا مستقبلا يكونوا بحالكم؟ ان شاء الله من بعد النهايه ديال مشاركتنا في كاس العالم، من بعد هذا المستوى اللي وصلنا ليه، اكيد الخدمه ما توقفش هنايا. بالعكس، كتعتبر كاس العالم بدايه توج الكره النسويه. الخدمه دائما غتبقى وغتزاد ما اكثر. من بعد الكلام ديال السي فوزي القجع اللي قال لنا الخدمه ما غتساليش هنايا، باقي غنزيدو نخدموا وباقي نوفروا اكثر واكثر باش اننا نكونوا في المستوى. جايينا مسابقات اللي كبيره ان شاء الله هذا العام والعام الجاي، فاحنا واجدات باش اننا نخوضوا اي معركه، واجدات باش اننا نبانوا بصوره مزيانه، واجدات باش اننا نحاربوا ونبينوا بان المنتخب المغربي منتخب اللي كيستحق هذا الشيء اللي وصل ليه، منتخب اللي بالصح كيخدم، منتخب اللي ما جاش بالساهل وتاهل للدور الثاني في كاس العالم، فمنتخب اللي بالصح كيبغي بلاده، منتخب اللي بالصح باغي يشرف بلاده. فاحنا مفتخرات بهذا الشيء اللي وصلنا ليه. بالنسبه لرسالتي للجميع الفتيات اللي كيمارسوا شي رياضه، الرياضه ماشي عيب وما بقاتش عيب، الرياضه ما بقاتش غير ديال الرجال ولا حتى ديال العيالات. فتبارك الله ولينا كنشوفوا المراه المغربيه في اي مجال حطيتيها كتكون في واحد المستوى، لان المراه المغربيه فاش كتبغي شي حاجه راه كتعطي كل ما عندها، كتوفر لها الوقت اللي محتاجه ديك الرياضه. واكيد داكشي كيبان في الملعب، راه كنبانوا بصوره مزيانه. فالحمد لله كنقول كل وحده عندها موهبه كيف ما كانت، الا كانت عندك الموهبه غتزيدي عليها الخدمه غتوصلي لداكشي اللي بغيتي، وكلشي كنوصلوه بالخدمه. المسار الكروي والمسار الرياضي للمغرب كامل كنعرفوه، جلالة الملك محمد السادس الله ينصرو دائما كيكون هو السند الاول للمغاربه كاملين خصوصا الرياضه، فشنو تقولي في هذا السند؟ صراحه سيدنا الله ينصرو الرياضي الاول اللي دائما كيكون معنا، موفر لنا جميع الظروف، مساندنا، كيشجعنا برسائله الزوينه، فاحنا كنشكروه بزاف. الله يخطي علينا والله يخليه ديما تاج فوق راسنا. الكره النسويه وصلت لهذا المستوى بالفضل ديالو، بالفضل المسانده ديالو، فشكرا ليه بزاف على هذا الشيء اللي كيقدم للكره النسويه. وحنا بدورنا راه دائما غنديروا كل ما عندنا باش نشرفوه، باش نزيدوا نبينوا بان المراه راه تقدر توصل لاي حاجه بالخدمه والعزيمه، تقدر توصل نتائج زوينه. فشكرا لك ملكنا واللي خطك علينا. اكيد ان كانت احسن هديه في عيد العرش هو الانتصار ديالكم، كيفاش حجتوا ذاك النهار وصلنا انه يجي مع عيد العرش المهجي؟ نهار مبارك، نهار كيبان من صباحه، فاحنا كنا عارفين انه عيد العرش. فالصراحه احنا داخلين ودايرين في بالنا بان حقوا نتيجه مزيانه باش نفرحوا سيدنا، والحمد لله ربي وفقنا بالدعوات ديال والدينا وصحابنا والجمهور المغربي كامل، حققنا نتيجه اللي مزيانه جات في نهار مبارك. فاحنا مفتخرات والحمد لله قدرنا نفرح فرحتين، ماشي غير فرحه واحده، فرحه الفوز وفرحه اكيد بمناسبه عيد العرش. شكرا جزيلا نهيلة، نتمنوا ان شاء الله نحتفلوا معكم بكاس افريقيا ان شاء الله. شكرا بزاف. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.